الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سعداء نلتقي بابننا الغالي مانويل الشهير بمانو بعد فترة طويلة وفي مرحلة من العمر ليها قيمة. اللي أنا عرفته أنه في 19 سنة مانو بيجري وبيحلم وبعدين 19 سنة تاني بيفايت بيحارب عشان يكمل أحلامه وطموحاته في الوضع الجديد. أهلا بك يا مانو. أهلا بك واتسابه. أنا مش عاوز أتكلم عن مانو بالذات قد ما أنا عاوز أسأل مانو سؤال في رحلة الألم 19 سنة معركة مع الموت مع اليأس مع الحزن. بيحصل حاجة زي مزيد من العمق في العلاقة مع الله. بتمشي إزاي الحتة دي؟ طبعا يا ابونا طبعا هو احنا اللي بنختار مدى عمق العلاقه دي مع ربنا. يا اما انا اللي بختار اكبرها يا اما انا بختار ان انا امحيها خالص. فعلى مدى 19 سنه اللي بعد الحادثه اخترت اني اعرف ربنا بصوره حقيقيه اكتر. وازاي نقدر نعمل كده؟ ان احنا نقضي وقت مع الكلمه ومع الصلاه مع كلمة ربنا، إن هي فعلا روح وحياة وهي فعلا الغذاء اللي يحتاجه كل إنسان. زي ما يسوع المسيح لكل المجد كان بيقول اللي ليس بالخبز واحدة يحرم إنسان بكل كلمة من كلمة الله. اختبرت ده فعلا بحاول أحييه في حياتي. إن لما خدمتي للمسيح ابتدت في سنة 2009 لحد النهاردة في أواخر 2022 ازاي لما كنت بكبر مع ربنا ان كنت بشوف نفسي بتقدم ازاي في العلاقة. والامانة الانسان مع ربنا هو ده اللي بينميه في العلاقة. بمعنى ان زي ما الكتاب بيقول تكون امين في القليل فالله يجعلك امين على الكثير. ان انا اطعت الكلمة اني اخدم الله في هذا الوضع واتكلم عنه واقول ادي ربنا هو حلو في ظل هذا الوضع اللي انا فيه. انا ليس عندي اي قدرة جسدية لكن دقت حلاوة المسيح واختبرته في حياتي. ودي لوحدها يا مانو رسالة لناس كتير. يعني انت الحقيقة طلعت الصوت حتى في الدراسة والشهادات اللي اي شخص سليم مش سهل يوصل لها. دراسات مع جامعات امريكية وكذا دبلومة وكذا ماستر فطبعا انجازات كتيرة وفتحت لك ابواب خدمة كبيرة في الارشاد النفسي وفي يعني العلاقات عموما. انما يعني لازم اسألك تاني، هو طبيعي بيبقى فيه يعني مشاعر سلبية في وقت او انهزام في وقت وبعدين قيام في وقت لانه اكيد بتتحارب اكتر من الشخص العادي. ادينا برضه ملامح كده المعركة بتمشي ازاي جواك. يعني طبعا قصد قدسك الدروبس الابس اند داونز اللي في حياة الانسان طبعا. وده طبيعي بيحصل لينا كلنا. فيعني واعتقد انا اكتر من الناس التانية. ان يعني ساعات كتير جدا حتى شباب يتكلموا معايا واقول لهم انا كمان كده، ان ليه ما تستسلمش للياس وتموت او ليه ما نستسلمش للموت. وطبعا اسهل حاجة في حياة الانسان ان هو يقولك انا اموت. بس كون ان الانسان قال كده فده بيختار ان هو يهرب. انت عايز اهرب من الواقع فبختار حل سهل. بس عمر ما الحل السهل بيكون ابدا حل. ان انت تقاوم ده هو ده الانتصار، دي النصرة بحاجة حقيقة. انا زي ما بستسلمش للوضع الحالي وان انا وانا ما اقدرش انتحر حتى لو حاولت يعني الحقيقة. بس في حاجة اسمها الميرسي كيلينج، ان انا اقدم حالتي الطبية عاملة ازاي وانا اطلب ان انا ارتاح خلاص من هذه الحياة. وبعض الولايات في امريكا تمنح ده. لكن انا شفت ربنا في 19 سنة ده عمل ايه في حياتي. وكل مرة كنت بيأس فعلا وببقى خلاص مالياش نفس اللي انا اعيش، ربنا بيديني دايما دفعة جديدة. الاقي حد انا معرفوش كلمني بيقول لي انا شفت اختبارك قبل كده وتشجعت وانت شجعتني. حد تاني بيقول نشكر ربنا ان في ناس بتشكر الله في وضع بائس.
فكل دي حاجات كانت تديني بوش ودفعه ان في امل ان لو واحد في البشريه حياتي بتلمسه يبقى الله لسه عايزني ان انا اكرز اكتر في هذه الحياه. فطبعا في صعوبات كتيره جدا، تحديات بدنيه فيزيكال ونفسيه، بس كلمه ربنا هي اللي بترفعني، ودي امانه ربنا. لما بكون متضايق او تعبان او يائس بقول له، بستنجد بيه، بقول له يا رب انا مش عارف اعمل ايه، تعال اديني المنفذ. ولما الانسان بيتضع وبيحط نفسه تحت ربنا عشان يسمع صوته، ساعتها صوت الله بيجي بصوت خافت جدا. يعني خليني اسالك عن حكايه صوت الله دي، لانه في ناس بتبقى عندها تشويش وممكن يبقى عندها إيحاءات نفسية، وإزاي الواحد يميز صوت ربنا بالذات في لحظات الشك أو اليأس أو الحزن؟ ده بيشوش أو بيغطي بدرجة على صوت ربنا؟ طبعا بالذات هو طول ما الإنسان troubled أو anxious أو مضطرب وعنده شكاية ناحية ربنا، مستحيل هو يسمع صوت الله. لكن وانس ان هو سكت وقال لتكن ارادتك انت ليس ارادتي انا، ساعتها صوت الله بيتكلم. تسمع صوت الله خافت وهادي جدا وبيقول لك وبيرد على اسئلتك اللي انت كانت عندك. بس انا بسمع شباب كتير بيقولوا لي احنا بنتخانق مع ربنا. لا، هو انت ايه وربنا ايه؟ انت بتتخانق مع ربنا ازاي؟ بس لما بسكت وعايز اشوف، يعني هو انا حاولت كل طرق انا اقدر عليها، بس بقول له وريني انت وفهمني انت. ولما بتضع وحط انا ارادتي انا نيوترال، انا موافق اسمع منك ايا كان ايه الرد، ساعتها الله بيتكلم. الله دايما بيتكلم من خلال كلمته هو في الكتاب المقدس، او من خلال عظه، او من خلال موقف في الحياه بيحصل بيعلمني بيه. فبفهم ان الله بيتكلم معايا بطريقه او اخرى من خلال يا اما الكتاب المقدس، يا اما من وعظه، يا اما من تجربه حقيقيه. موضوع الاراده، يعني الناس بتتعجب ان مانو لسه عنده اراده يخدم ويكافح ويساعد ناس، بالرغم ان هو يبدو دايما محتاج الناس كلها تساعده وبيعمل كده فعلا. ازاي الواحد تفضل ارادته قويه، او يعني عنده إصرار يكمل رسالته رغم أي تحديات؟ دايما الإنسان اللي بيمسك في كلمة الله، الله بيكون أمين معاه. ولما أنا كتير بقع ومش عارف، ما عنديش نفس أو مش قادر ولا أصلي ولا أقرأ في الكتاب المقدس، دايما بكلم القادة بتوعي، بكلم دايما الناس اللي أكبر مني في الإيمان وعايشين حياة أكبر مني في الإيمان، تعالوا صلوا معايا من فضلكم، تعالوا صلوا لي، انا مش عارف اطلع من البقره اللي انا فيها. وكثره الوقت، وعشان برضو الله يرى القلب، يعني ما حدش يقدر يعرف يضحك على ربنا. ربنا شايف امانه الشخص ان هو عايز ان هو يعيش ليه، بس وقع في نقطه مش قادر يشوفه، في ضباب حواليه مش عارف يشوفه. فالله بيبعت له الناس ان هم يرشدوه ويعرف ازاي ان هو يطلع منه. وانس يشوف بصيص من الضوء هيعرف يمسك تاني في الكلمة، يمسك في الوعد ويتقدم. يعني بدل يكون واقع 10 درجات هيطلع 100 خطوة قدام، طالما ان الله هو اللي دفع وهو اللي زق الانسان على الحتة دي. فانا بضعف وانا كأي انسان بشر طبيعي، لكن الله بيقيم تاني من خلال لما الله يتدخل فعليا في حياة الانسان، يا اما هيبعت له حد يساعده على الموقف فيه. انا عرفت ان المكان الحلو ده بقى بيتعمل فيه قداسات بشكل منتظم، واباء كتير بيحبوا يصلوا معاك. موضوع احنا فكرنا القداس ده السماء على الارض. Yes. وطبعا مش بس في القداس، وكل مسيحي مشغول بربنا ملكوت الله داخله. ازاي الواحد يعيش المعنى ده؟ لانه انت مسجون في جسمك بدرجة، لكن ممكن الملكوت بطعمه يبقى جواك.
في ناس مش مسجونة بتتحرك براحتها، لكن مسجونة بقى في مآسي، مشاكل نفسية وخطايا وشهوات. فكرة السمع على الأرض، طعم السمع ده نوصل له إزاي؟ ده فكرة طبعا أكبر وأعمق في العلاقة مع ربنا، اللي أنا طول ما أنا باصص عليه عمري ولا هبص للظرف اللي أنا فيه ولا الضعف اللي أنا فيه ولا الوضع الحالي، اللي أنا عيني عليه وعيني على السماء وعارف أنا بعد ما حياتي تنتهي هنا على الأرض هكون فين ومع مين ووضع عامل إزاي هناك، فقادر اللي أنا أعيش ده، قادر أنا أسمع ده. طبعا زي ما كنت بقول لقدسك إن ممكن أضعف وأرجع شوية أتأخر لورا، بس علشان أنا ماسك في الوعد وعارف إيه هو الذي هيأتي، فعشان كده أنا بالنسبة لي الـ worldly troubles أو الظروف الحالية الوضع الحالي ولا حاجة بالنسبة للملكوت الآتي، بالنسبة للمجد الآتي اللي هيحل عليا. فعشان كده أنا قادر أعيش ده رغم أن الظروف بتقول مفروض ما دايما إنسان ما يكونش مبسوط ولا يقدر يبتسم حتى ولا يقدر يكون سعيد، بس أنا عشان عارف الملكوت الله عاملة إزاي وهيكون ازاي بعد ما الحياة دي تنتهي، فمش فارق معايا انا هنا عامل ازاي عشان الصورة الاخيرة عندي. بتقول ايه لما حد يكلمك وهو عنده انهيار او اكتئاب او يأس لانه طالع من علاقة عاطفية فاشلة او اترفد من شغله او تعثر في دراسته وبيلجأوا لك على التليفون وبتديهم وقت وتسمعهم، ايه الرسالة اللي بتقولها لهم؟ هو طبعا يعني كل انسان حسب مشكلته، انا لا اعتبر ان شخص مشكلة اقل من التاني، بالعكس بحاول ادرس معاه الموقف وابينه ازاي يقدر يشوف نص الكوباية المليان من الموقف ده وان هو يخطيه والحياة ما تنتهيش عند نقطة واحدة وخلاص، وازاي يقدر يتعلم من النقطة اللي وقع فيها دي وياخد منها push forward، ياخد منها دفع الى الامام ايا كان طبعا ايه المشكلة، لو علاقة فاشلة او تجربة، وازاي ان هو يقدر نفسيا يطلع منها علشان يعرف ان مخه يتزبط على الوضع الجديد فيقدر يدي تاني للحياة. يعني بمشي معاه step by step. طبعا ده كان وضع مش اي انسان يقدر يستحمله، بنتكلم على ضعف المشكله او حجم المشكله، بس اقدر منها اتعلم ايه بحيث ان ما ارجعش تاني في نفس الغلطه دي، ومنها نشوف مع بعض احنا الاثنين بصيص من النور ده او الشمس البر فنعرف نعدي او اعدي مع الشخص النقطه دي. فرحانين بيك يا مانو، ربنا يستخدمك اكتر واكتر وتبقى سبب توبه ورجوع لناس كتيره وحل المشاكل ناس تانية ويزيدك نعمة، وإحنا سعداء إن إحنا بنلتقي بيك كل فترة وبنقول لك كل سنة وأنت طيب على 19 سنة التانية، فضل التالتة والرابعة والخامسة، لكن ربنا يديك سوء لقلبك ويفرحك، وبنصلي لك إنه ربنا يسندك في رسالتك. أمين يا بابا، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي.